عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي باحسن الاحوال يا رب. توحشكم بزاف بزاف بزاف، وكان كنعتذر لكم على هذا الغياب الطويل هذا من اليوتيوب. اعتذر، سمحوا لي بزاف بزاف والله العظيم. غبرت بلا ما نقول لكم شي حاجه، بلا ما نقول لكم علاش غنغبر ولا شي حاجه. الناس اللي متبعيني في الانستغرام عارفين انه كنت محتاجه نرتاح، ولكن الناس ديال اليوتيوب ما قلت لكم والو، سمحوا لي. ولكن بحال تقولوا داكشي كان كبر مني، جمعت عليا بزاف ديال الستريس وبزاف ديال العيا، لدرجه انه وصلت لواحد النقطه ما قديت ندير فيه حتى شي حاجه. وقلت احسن حاجه انني نوقف نرتاح، نبعد شويه على مواقع التواصل الاجتماعي، نرتب افكاري ونعرف راسي شنو باغا من هنا قدام وشنو ما باغاش. سافرت كما عارفين الناس ديال الانستغرام، مشيت عند والدي لمدينه خنيفره. الصراحه كانت مسافره غزاله غزاله غزاله، مالوغوزمون ما فلوغيتش، يعني خديت غير بعض اللقطات وصافي اللي في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوهم. قلت بدا الفيديو نعتذر لكم على الغياب ديالي ونشرح لكم سبب الغياب ديالي، وميم طون نصور نحط لكم دوك اللقطات اللي صورت ديال الطبيعه الرائعه اللي لقينا. وسبب الغياب ديالي يا البنات كان كما قلت لكم انني كنت عييت، وصلت لواحد المرحله ديال قلت غادي نحبس، غادي نمشي نرتاح، نتصنت لعظامي كيف ما كيقولوا، ونرتب افكاري ونعرف راسي شنو باغي وشنو ما باغاش. الفكره ديال انني نوقف القناه كانت فيها 21% ديال التفكير ديال نوقف القناه صافي ما كاينلاش، من جوج ديال النواحي، انه كنلقى راسي كنستريس وكنعيا وما كيكونش المقابل. راكم شفتوا لي فيو كدايرين في القناه، يعني المشاهدات كدايرين في القناه ناقصين بزاف 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 بارابور بدايات ديال القناه. يعني فاش يلا بدات القناه كانت تبارك الله غاديه في طريق زوينه، لكن ما حتى كتزيد وما حد المشاهدات كيطيحوا. حاولت نهضر مع اليوتيوب ونحاول نعرف المشكله من كاينه، ولكن ما توصلنا حتى شي نتيجه فهاد المساله هادي. حسيت بها طرات عليا بشكل غير مباشر، وانا نقول غادي نوقف، يعني الحاجه اللي كتستريسيني غنوقفها ونشوف واش ديك الحاجه بصح عندها دور في حياتي ولا لا. ما نكذبش عليكم ونقول لكم غتقول لي بطبيعه الحال اليوتيوب راه كيمكمله فيه على وديت الارباح وداك الشيء، ما نكذبش عليكم الا قلت لكم هذه تقريبا عام ونص في اليوتيوب. يلا تخلص ثلاثه الخلصات، ثلاثه الارباح اللي تخلص ان شاء الله. شي فيديو نهضر لكم على هذا الموضوع هذا بالتدقيق، يعني كوتي ارباح ماشي هما اللي خليوني نبقى في اليوتيوب. دوك ثلاثه الخلصات ما كانوش شي حاجه اللي محفزين انك تكمل، من غير حب الناس و تاثير ديال الناس على النفسيه، وميم طون التفاعل ديال الناس مع الفيديو فاش كيتحط كتشوف دي كومونتير زوينين، الناس كيعجبهم، كيما كتحسي براسك حتى كتحطي فيديوهات اخرين. ف لقيت بصح انه اليوتيوب عنده واحد البلاصه في حياتي وما يمكنش نزابيه ونحيده. صعيب لانه ثلاثه سيمانات ما حطيت حتى شي فيديو، كنت كنحس في حاجه ناقصه، شي حاجه خاصه في حياتي. وبصح صراحه يعني عنده بلاصه كبيره في حياتي، ولفتكم ولفت نحط الفيديوهات ولفت ندير الحاجه اللي انا كنبغيها. فهذا من جهه، من جهه اخرى ما بقيتش حامله ندخل نتفرج في فيديوهات، حيت فاش كتدخلي كتلقاي لاكتواليتي كلها كتهضر على محتوى تافه، وسمحوا لي على هذه الجمله هذه ولا هذه الكلمه هذه، ولكن راه بصح البنات نتوما غتكونوا حاسين بها. كيجيبوا مشاهدات عاليه، يعني كتقولي اشنو هذا الشيء، كتلقاي الا بغيتي تجيبوا مشاهدات حطي التصويره ديال فلانه وقولي ليهم غنجيب لكم اليوم فضائح فلانه، ولا غادي نشوه فلانه، ولا اجيو تعرفوا على فلانه الماضي ديالها، ولا شنو دارت فلانه، ولا فلانه ما بغاتش تطلعني ونبدا نعاير فيها، ولا فريمون السويقه 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 السويقه، لدرجه انه كتولي تحشمي تقولي انا يوتيوبرز مغربيه بهذا المعنى يا البنات. في تقريبا والله الا هي 3 سيمانات ما دخلتش تفرج في شي فيديو، ولا كندخل فيت فين نتفرج في فيديوهات ديال صحاباتي دغيا دغيا، وكنخرج كطولت كاع في اليوتيوب، حيت فريمون كتحسي بواحد واحد المحتوى ولا
لا يليق ابدا 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 بالمشاهد المغربي. ما عرفتش فين غادي هذا اليوتيوب هذا، ولكن فريمون كاينين شي ناس اللي فهموا غلط. ردوا بحال الحمام ديال العيالات فاش كينوضوا كيتدابزوا على السطوله، الله يهدي ما خلق. فهذه حاجه كانت كتخليني نفكر حتى هي في حبس اليوتيوب. ف هانا رجعت ان شاء الله، ما غاديش نحبس الفيديوهات ديالي وغنكمل في القناه بطبيعه الحال، بالفضل ديال تشجيعاتكم انتوما وبالفضل ديال وجودكم في حياتي. فاعتذر على هذا الغياب مره اخرى، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. بطبيعه الحال ما تنساوش تشجيعاتكم اللي كتحفزني نزيد نعطي القدام وداكشي كامل. و كنعتذر لكم مره اخرى على الغياب ديالي، وشكرا بزاف 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 على البنات اللي سولوا فيا قالوا لي فين كيف فين غبرتي، توحشنا فيديوهاتك، الهلا يخطيكم عليا البنات، والله يزين حياتكم يا ربي ويوفقكم في اي حاجه حطيتوا فيها يديكم. صافي بلا ما نكثر عليكم الهضره، غادي نخليكم مع مقاطع اللي صورتهم شحال هذا فاش كنت في خنيفره، تشوفوا حتى نتوما الطبيعه. صراحة صورت اول مره كنا خرجنا نروح الخرجه في اكلمام، ماشي اكلمام، عقلت عليك السميه سميتها، المهم كلشي غتشوفوا السميات. والمره الثانيه كنا غاديين حيت هاد المسافره هادي حاولت نشوف العائله الماكسيموم ديال العائله اللي كاينين حدايا، يعني الصراحه لو كان بيدي كنت غادي نسافر عند كل واحد نشوفه في عائلتي. ولكن مالوغوزمون كانوا عندنا غير 4 ايام، يعني كنا الجرى شت اللي قديت عليه. ف ديتكم هكا معايا البلاد، شتو الطبيعه شويه وداكشي كامل. كنت باغا نصور لكم الاجواء ديال العائله وهذا، ولكن كما قلت لكم كنت باغا نبروفيتي اكثر من انني نصور. فصافي نخليكم مع المشاهد ديال رحلتي الى خنيفره. زياد كوكو، السلام عليكم. كوكو زياد، كيهربوا من زياد، دار لهم ضجيج. كدير الفراند ليا Yeah.
طويل كرونجان زياد من هادي. ما عرفتش البنات واحد الجو شحال غزال، والجو الهواء نقي ثقيل، كتسمعوا داك خرير المياه ودوك البريكات اللي كنت وريتكم والطيور انتما سمعوا، فريمون واحد الجو رائع والله العظيم. خلاوه المصريين يردي النفس، شوفوا على الطبيعه، شوفوا فن تبارك الله زوينه. زياد خلاص ما بغاش كاع يخرج لينا هو من الماء. هو الجو ما باردش، الجو معتدل يعني زوين الجو، غير هو خفتو ليه مرض وبغى يتخشى في الماء، هو بغى يعوم خلاص. صافي رجع سلام. ايوا صافي هذا مكان حنا، يلا غنتحركوا حيت بدات كيظلم شويه الدنيا، ولكن الصراحه والله الا الجو غزال 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 غزال. شوفوا هاد البلاصه البنات ما قلت لكم سميتها اروكو، كانت جايه في الطريق اللي كدير ام ربيع وداك الشيء. شوفوا على طبيعه هنايا غير في ورا الدار ديال امي، امي اللي هي امي ماما، انا كنقولها امي. شوفوا تبارك الله زياد خلاص هو جو الحال. زيد كريكيبا كريكيبا يلا نور جديدة أري جديدة أري جديدة ماما وخفت على الدار تنقبو. زوين صدق فلان شي عتابين يا مانا مسكين بلي منسوف. ها هو ها انتم البنات شوفوا الباب ومشي. ما جبت والو، عرفت ريحته زوينه ريحته فنه. شوفوا تبارك الله تي كامل راه بابونش بدا كيشرف. واحد البلاصه هنايا غير في الطريق شتو كيعمروا منها الماء، حيت الماء ديال خنيفره شويه ما زوينش، كيعمروا هذا المحل جا غير هنايا هكا في الطريق، في الطريق ما بين فين ساكنه ميمه وقلموس اللي كيعرفوا هاد البلايص. نوريكم الاجواء